الله يعطيك العافية أبو مبارك. الله يعافيك حبيبي. طال عمرك. بالنسبة حق البطولات، أنت يمكن شاركت أو لحقت على بطولات من زمان، من قبل همن فترة قبل التسعينات، عدة بطولات، يمكن سواء كانت مشاركة أو أنك كنت تحضرها كجمهور. إيش رأيك بفكرة البطولة بشكل عام؟ تحفز؟ والله البطولة وايد زينة، يعني ان شوف الحين احنا كل واحد لما يكون عنده كلب وما في بطولات، ترى واحد قاعد يطالع الثاني، ما في حركة، ما في شيء زين، حتى ما يصير عندنا خلفية قوية باللي احنا قاعد نربيه اي نوع كان زين. بس البطولات تنورك على شغلات وايد، اللي هي نوع الكلب اللي عندك زين، راح تسمع طريقة التحكيم، شنو الشغلات اللي انت المفروض تسويها زين، تتعلمها قبل لا تدخل الشو، كل هالامور هذه شو اسمه يعني توعيه حق جميع البريد اللي موجودين. فانت لما يعني تاخذ معلومه وتدخل بعدين العرض زين، راح تكون عندك خلفيه، فانت تقدر يعني شو تعرف شلون تتحرك ويا كلبك، تعرف شنو الامور اللي مفروض عليك انك تسويها. فهذا شيء وايد ممتاز ان تصير بطولات عندنا هنا بالكويت زين، راح تزيد التوعيه اللي حق الناس يعني. طيب مبارك، انت كنت من اول الاشخاص ممكن اللي بالكويت سويت او تبنيت فكره البطولات من فتره الثمانينات. نعم. تالي نفس اللي سولفنا عنه المره اللي طافت، تدرس لبعد الغزو والمشروعات السياحيه. نعم. شنو لاحظت بالفرق البطولات تدرجها في تطورها؟ هو كل يعني كل ما نسوي بطوله تشوف الناس تفكيرها تغير للأفضل، يعني استعدادهم يصير أفضل من الأولى. الأولى دخلها ولكن ما عندهم خلفية زايدة زين، ففي ناس زعلت يعني لما الكلبة ما فاز وهذا، فناخذه على جنب ونكلمه ونشرح له ترى ما فاز على أساس هلبك فيه كذا 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 كذا، فهذا وعيناه إحنا. فتشوفه ثاني مرة يا اما يغير الكلب او يعدل شغله مع كلبه زين. ففي امور مرات الكلب ما في شيء، بس اللي ماسك الكلب هو اللي ما يعرف شلون يدير الكلب، او يصير العكس ان الكلب ما ينفع حق الشو، بس الواحد بيك بداخله بيستانس، بس هم وناسه هم خلاص استانس صح يعني. في مثل يعني كلب تدخل فيه بوليس اذنه طايحه، شلون تبي يفوز؟ مستحيل انه يفوز. ضروسه مكسره، شلون تبي يفوز؟ ريله عويه، شلون تبي يفوز؟ زين، شعره منعم صار العكس، زين، ما تفوز فيه، بس هم ما عندهم الفكره هذا، الفكر هذا كله مو موجود عندهم. فلما نقعد نوعيهم ذيك الساعه ها يفهمون. والحين بعد ما شاء الله الحين في يوتيوب تقدر تفتح وتشوف الشغلات وايد يعني وتتابع. هم هذا رأيك.